منتدى جدة الاقتصادي تحت عنوان الإسكان والنمو السكاني، يطرح أزمة السكن بالسعودية ومنطقة الخليج من خلال منظور عالمي وبمشاركة كوكبة من أبرز الاقتصاديين والمختصين في العالم، من 16 إلى 18 من مارس الموافق 4 إلى 6 جمادى الأول، فقط وحصرياً على قناة ديوان. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية قناة ديوان، رصد مستمر ومباشر لنشاط الأعمال. أهلاً أعزائي المشاهدين، مجدداً جئنا لكم. الآن معانا انترفيو من ضيف علينا، السيد جوزيف دانكو، نائب رئيس أول المدير التنفيذي برامج التنمية الحضرية من شركة CH2M Hell من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلاً بك مستر دانكو. Thank you. It's great to be here. يسعدني أن أكون هنا. سيد دانكو، في البداية أود أتحدث معك، ما هي المدن التنافسية وما الفرق بينها وبين المدن الذكية؟ المدينة التنافسية هي مدينة ذكية والعكس صحيح. حتى تكون المدينة تنافسية لابد أن تكون ذكية وأن تكون مستدامة، وهما أمران يعنيان شيئا واحدا. دعني أشرح ما هو المقصود بالتنافسي والمدينة الذكية. هناك بعض النقاط الأساسية بالنسبة للمدينة الذكية والتنافسية، وهي تشمل الحلول المبتكرة والمستدامة، وهي كذلك تتعلق بتفرد المدينة وكذلك الموقع الجغرافي وكذلك السمات والخصائص التي تميزها وكذلك المزايا التنافسية فيما يتعلق بسوق العمل والأيدي العاملة، وكذلك لديها تركيز على المجال العام والمكان الخاص والناس. المدينة الذكية التنافسية هي المدينة التي يحب الناس أن يعيشوا فيها، وهو القدرة على العيش في المدينة، هذا عنصر مهم، وهي مكان يكون جاذب للأعمال والنشاط التجاري، وهي سهلة الوصول وتكون سهلة الوصول وتكون حية ونشطة. هذه هي السمات، وهي المكان التي تكون فيه الازدهار على المدى الطويل والرفاهية وكذلك الرفاهية الاجتماعية. هذه تعتبر صفات وسمات أساسية بالنسبة للمدينة الذكية والتنافسية. كذلك البنية التحتية لابد أن تكون جيدة في حالة جيدة، ولابد أن تكون هنالك خدمات جيدة فيما يتعلق بالمياه، بتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي وكذلك الاستخدام الكفؤ للطاقة وكذلك نظام المواصلات، وهي مجموعة من الحركة الذكية، كذلك من الانتقال وكذلك الحركة المشاة، وهي تخدم الناس الذين يعيشون هناك وكذلك التجارة والاقتصاد واللوجستيك، الخدمات اللوجستية. ليست فقط عن البنية التحتية، ولكن المدينة الذكية هي مكان يركز على الطرق وعلى الساحات العامة وكذلك الحدائق والمتنزهات وكذلك المجال العام، وهذا هو الذي يخلق المجتمعات، وهو مكان يستطيع الإنسان أن يقول هو مكاني وأنه يسعد بأن يكون هناك. وهذا مهم بالنسبة للمدن الذكية والنزاهة، أن يشعر الناس بأنهم يستمتعون هناك، لأن الناس هم الذين يمكنون المدينة في أن تكون تنافسية. ومرة أخرى، ليس فقط البنية التحتية فقط، ولكن خصوصية المكان، خصوصية المكان وتفرد المكان هي من الجوانب المهمة. هذا هو ما تعنيه المدينة الذكية والتنافسية. أتلخبط أنا عندي الموضوع، من حيث أنه كنا نتحدث بالأمس عن المدن التنافسية وقالوا أن هناك شخص سوف يتحدث عن المدن الذكية،
واليوم أنت تقول سيد دانكو أن هناك يعني هي واحدة، أن المدن التنافسية هي المدن الذكية، فلا داعي لأن نتطرق إلى موضوع في كشف ما هي المدن الذكية. هي كالتالية، المدن الذكية هي المدن التنافسية. That is correct. هذا صحيح. إذا تحدثنا عن المدن الذكية والتنافسية هو تعني نفس الأمر، هي تعني نفس الأمر. هل لديك معلومات كافية عن المملكة العربية السعودية عامة ومدينة جدة خاصة عن مشاريع المدن الذكية، أو ما هي الأماكن الأصلح للقيام بهذا المشروع في الـ implementation أو تطبيق هذا المشروع؟ أستطيع التحدث عن منهجية في كيفية إنشاء مدينة ذكية، لأن هذا ينطبق على مدينة جدة بالتحديد. نحتاج إلى رائد يكون تكون له رؤية. جدة لديها رؤية تعود إلى عام 2010 أعتقد، وهذه الرؤية تعتبر أمرا مهما. ثم بعد ذلك نحتاج إلى قيادة تكون لها تسعى لتطبيق هذه الرؤية، وبعد ذلك هي أمر يتعلق هو التصميم الحضري الذكي وتطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تكون ملائمة لجدة وكذلك للمملكة بصورة عامة، وكذلك طبيعة الشراكة، وكذلك الاستراتيجية الإسكانية الشاملة وتشمل ذوي الدخول المختلفة. وتحدثنا عن كذلك مسألة الانتقال أو سهولة الانتقال والاستدامة. وبعد ذلك بالنسبة للمدينة الذكية تحتاج إلى أن تكون خاضعة للمساءلة، والمساءلة تعتبر أمرا مهما. وبالتالي مدينة جدة استطاعت أن تضع أهدافها، أن تحدد أهدافها واستراتيجياتها يمكن قياسها، وهي أهداف يمكن قياسها تقود إلى النمو الاقتصادي وتصرف في النفايات والصرف الصحي وكذلك المياه، وأهمية أن تكون بوابة للمملكة، وهي مدينة الحرمين الشريفين وكذلك البحر الأحمر وحماية المصادر الموجودة لديكم والموارد. كل هذه أشياء يمكن قياسها، وأهداف واستراتيجيات يمكن قياسها، وأن تكون قادرا على أن تكون خاضعا للمساءلة، وأن تجعل لها مقاييس وكذلك مؤشرات الأداء الرئيسية، وبالتالي من الممكن أن ترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حتى نستطيع الحكم على المدى التقدم الذي أحرز. وبالتالي هذا كل هذه نقاط مهمة لتحقيق الرؤية والاستراتيجيات المحددة والأهداف التي وضعت. مستر دانكو، أنت الآن تحدثت عن موضوع أنه دور الليدرشيب أو الدور الحكومي من قبل المدن الذكية والمدن التنافسية، هل هناك دور متطلب من المجتمع للقيام بهذا الشيء؟ هنالك دور للمجتمع. المجتمع يحتاج إلى أن يكون له صوت مسموع، ويحتاج إلى أن يسمع صوته في سياق في ثقافة مدينة جدة وكذلك في الثقافة السعودية. وهنالك تقدير للناس في المجتمع بالثقافة السعودية التي لابد من معالجة هذه القضية، وبالتالي بهذه الطريقة يشارك المجتمع. وكل ثقافة في كل بلد تكون مختلفة عن البلد الآخر، وشمول الناس كلهم وكيفية سماع صوتهم والبيئة التي يسمع فيها ذلك الصوت والمنبر الذي يكون فريدا، وهذا أمر مهم جدا في هذا المدينة الجديدة أو المدينة التي يتم تجديدها وترميمها في مدينة جدة. نعم.
قلت سيد دانكو أن مدينة جدة قابلة للتحول إلى المدن الذكية، سوف أسألك بالتفصيل عن كيف أنه يتم تحول جدة إلى مدينة ذكية، ولكن ما هو الوقت التي تستطيع جدة أن تتغير من مدينة حالية إلى مدينة ذكية؟ أعتقد أن تشكيل المدينة الذكية يستغرق سنوات. Precisely. هل تقصد بالتحديد المدن التي استغرقت الأمر ما بين 5 إلى 10 سنوات؟ ولا أقول ما هو التحديد بالنسبة لمدينة جدة، ولكن هذه عملية بالنسبة لدور الحكومة وبالشراكة مع القطاع العام والخاص التي لا بد أن تكون أن تظل صلبة، ولا بد من الوفاء بالاستراتيجيات والأهداف التي وضعت، ولا بد من أن تكون قابلة للقياس ومتابعتها سنة بعد سنة، وبالتالي لا بد أن يستغرق الأمر وقتا، ولا بد أن يتم ذلك في السياق الثقافي والعلاقة القائمة بين الوزارات والجهات الحكومية وكذلك العمل مع الناس، وهذا الأمر يستغرق وقتا ويستغرق وقتا في كل مكان وليس في جدة وحدها. يأخذ وقت هذا مع تعاون الدولة مع القطاع الخاص؟ يستغرق الأمر وقتا لكلا الجانبين، القطاع العام والقطاع الخاص، والتعاون من الممكن أن يبدأ ويحتاج إلى أن يظل ويستمر حتى تتم رعاية ذلك وتعزيز يجب هذا أن يكون التعاون. هناك يجب أن يكون هناك تعاون من قبل الدولة، من قبل الحكومة والمجتمع والقطاع الخاص. نعم نحتاج إلى أن يتم التعاون بين القطاعين العام والخاص. تحدثا عن المدن الذكية، هل نستطيع أن نبني الآن، مثلا لدينا الآن مدينة جدة، نقول أنه سوف نؤسس في قلبها مدن ذكية، أو يعني تجديد المدينة أو حواليها، يعني أطلع برا الحدود حق جدة عشان أبني مدينة ذكية؟ أعتقد من الواضح أن البناء داخل المدينة الموجودة في كذلك الدائرة الداخلية وكذلك في خارج المدينة، في هنالك فرصة لبناء هذه المدينة الذكية داخل مدينة جدة، وكذلك الإمكانية توجد لبناء مدن جديدة داخل مدينة جدة وفي محيطها، وهنالك الكثير من المكونات للوحدة المتفردة أو الجودة والنوعية التي تتفرد بها جدة باعتبارها بوابة إلى المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك جدة هي الميناء، وهنالك البنوك الإسلامية أو رابطة البنوك الإسلامية، وكذلك كذلك كنوز البحر الأحمر. كل هذه تعتبر خصائص فريدة، ولا بد من تقبل ذلك والنظر إليها بصورة إجمالية وكلية باعتبار أن جدة هي مدينتي ومكاني، وكيف يمكن أن أنمي وأطور مدينة جدة. و إن شاء الله. Thank you, Mr. Danko, having you here. Thank you so And you're gonna have time for your presentation now. وسيكون لك وقت. وأنا أتشرف بتواجدي معكم في منتدى جدة وفي هذا البرنامج. شكرا جزيلا. كان معنا السيد دانكو من شركة CH2M Hill، أفادنا في هذا الموضوع. راح نطلع بريك، راح نطلع فاصل الآن، نطلع فاصل ونرجع لكم ثاني. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية
أمير مكة يحاور الشباب. حوار بين الشباب السعودي وأمير منطقة مكة المكرمة في إحدى الجلسات بمنتدى جدة الاقتصادي 18 مارس، الإسكان والنمو السكاني، فقط على قناة ديوان. الموظف الحكومي لعل القرض الحكومي أفضل له، موظف القطاع الخاص يعني اللي يزيد راتبه عن يعني رقم معين لعله يكون القطاع الخاص تمويله من القطاع الخاص أو من البنوك أبلغ له. الموظف اللي راتبه متوسط أو دون المتوسط لعله في حاجة إلى دمج القطاع الخاص، الاستفادة من خدمات القطاع الخاص والقطاع الحكومي. لا والله أنا أفضل من الحكومة، الحكومة يعني أرحم شوي من البنوك أو من الجهات اللي بتدعم القروض سواء مؤسسات بنكية. لا أفضل يكون من القطاع الحكومي، لأن الحكومة لازم تكون هي الداعم الأول لحل المشاكل سواء السكنية أو التجارية أو أي حاجة. تابعوا معنا تغطية مباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي في الأوقات التالية: السبت من 8 مساء وحتى 10:30 ليلا، الأحد من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء، الاثنين من 1 ظهرا وحتى 6:30 مساء. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية تابعونا الآن تغطية حية ومباشرة لمنتدى جدة الاقتصادي 2013. عودة مجددة أعزائي المشاهدين، الآن معنا نرحب بالسيد أندرو بون المدير الإقليمي للعلاقات العامة في الشرق الأوسط لشركة هيل أند نولتون. أهلا بك سيد أندرو. كشريك إعلامي سيدي ومسؤول عن الصحافة الدولية في منتدى جدة الاقتصادي 2013، هل لك أن تحكي لنا عن تاريخ التعاون بين شركتكم وبين منتدى جدة الاقتصادي؟ هيل نولسون، الصوت منخفض، هناك ضعف في الصوت الواصل إلي. So with Sheikh Salah Kamel and Adnan Mandura, today we're discussing one of the major opportunities. Well, public relations. العلاقات العامة هي عن السمعة وإدارة السمعة، وهي كذلك عن بناء وإدارة والمحافظة على هذه العلاقة، وللمساعدة الناس على فهم القضايا وبناء الثقة. وإذا توفرت الثقة للناس في المؤسسات والعلامات التجارية، فإن الناس والحكومات سيستخدمونها بصورة أفضل. وعملنا وظيفتنا كمسؤولين في العلاقات العامة هو مساعدة الجمهور أن يفهم عما نحاول أن ننقله إليهم، وكذلك المؤسسات التي نمثلها، وكذلك أن نكسب ثقة الجمهور. هل لديكم دراسات حول القطاع الإسكان عالميا وأفضل الممارسات التي تمت فيه، وهل يمكن مشاركة بعض التفاصيل حول ذلك؟ بطبيعة الحال الإسكان والتنمية الاقتصادية هي موضوع عام وموضوع شامل، ونعلم أنه في المملكة العربية السعودية هنالك خطط طموحة جدا، هنالك لبناء 500,000 وحدة سكنية، ولكن إضافة لذلك تحتاج إلى التخطيط للمرافق والكهرباء والمياه
وتحتاج كذلك إلى الخدمات التعليمية والرعاية الصحية وكل الخدمات الداعمة. إضافة إلى ذلك تحتاج إلى خلق الوظائف، وتحتاج إلى خلق الوظائف في المجتمع المحلي لدعم ذلك المجتمع. حينما نتحدث عن الإسكان فإننا نتحدث عن موضوع واسع وأكبر. وكنت سعيدا بأن أعمل في المملكة المتحدة مع المؤسسات الحكومية أو الجهات الحكومية المسؤولة عن بناء 16 مدينة، وأشهرها هي مدينة ميلتون كينغ. وكانت تجربة واختبارا قويا جديدا في كيفية بناء مدينة جديدة وخارج أو في المناطق الريفية، وليس توفير المساكن فقط وإنما الرعاية الصحية والوظائف وكذلك جذب الشركات ورجال الأعمال لتوليد أو لإحداث اقتصاد جديد، وبالتالي هي اختبار في كيفية إحداث ذلك. وإذا نظرنا إلى ما هو حاصل في مدينة ميلتون كينغ والتي طورت مؤخرا والتي صارت أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، فإن هذا مثال جيد فيما يمكن تحقيقه. 16 مدينة سيدي، 16 مدينة بنيتوها في بريطانيا، ما هو كان الوقت المحدد للقيام بهذا النجاح؟ بناء المدن لا يحصل بين عشية وضحاها، وتحتاج إلى أن يكون هنالك تقدم مخطط. مدينة بمدينة بدينا المدن بصورة متزامنة وهي تعمل لمدة 40 سنة. ميلتون كينغ بنفسها تطورت واستطاعت أن تخلق زخما في ما يزيد على 20 سنة، لأنها تحتاج إلى تطور في الرعاية الصحية والتعليم والكهرباء، وكل شيء يستطيع أن يساعد على تكوين المدينة. هل ممكن مقارنة قطاع الإسكان في المملكة مع نظيره إقليميا من حيث التحديات والنجاحات وتدخل القطاع الخاص والعام في المساهمة في تطويره؟ أعتقد أنك تستطيع أن تفعل ذلك فيما يتعلق بالجغرافيا والحجم. المملكة العربية السعودية هنالك نسبة كبيرة من السكان أو نمو كبير في السكان من الشباب، وكذلك منطقة واسعة من الناحية الجغرافية واقتصاد متنوع كذلك بعيدا عن الصناعات البتروكيمية وكذلك النفط والغاز وكذلك الصناعات التحويلية وكذلك باقتصاد كبير الذي يدر أو يخلق وظائف وفرص للأعمال. أعتقد أن هنالك حالات كمثال في المملكة المتحدة مثل مدينة ميلتون كينغ، ولكن من الممكن أن تستخدم نموذجا لذلك كذلك لتطوير المساكن لدعم الاقتصاد النامي. أعتقد أن من الأصعب في منطقة الشرق الأوسط، لأنه لا يوجد هنالك شيء يمكن مقارنته بالمملكة العربية السعودية. إذا نظرنا إلى بعض الأشياء الصغيرة التي حصلت في البحرين على سبيل المثال وما هو حاصل في قطر، فهنالك مشاريع محدودة، والفرصة هنا في المملكة العربية تعتبر أكبر وأعظم بكثير. من الأسئلة التي يجب أن أسألك هي وأسألها كل ضيف، المدن التنافسية والمدن الذكية. أنت قلت أنه في خلال 20 سنة بنأت 16 مدينة، وهناك صعوبات في الميدل إيست في الشرق الأوسط. ما هي توقعاتكم في أن توجد هناك مدن ذكية في مدينة جدة خاصة والمملكة العربية السعودية عامة؟ لديكم ميزة عظيمة هنا في المملكة العربية السعودية، لأن لديكم اقتصاد جيد يستطيع أن يمول هذه المدن الذكية، ولكن الشيء الأكثر أهمية هنالك ورقة فارغة، وأعمل مع كثير من شركات التقنية. والشيء المهم
أنه حينما تبدأون من الصفر تستطيعون أن تستفيدوا من هذه التقنيات وتستطيعوا أن تتبنوا أحدث التقنيات وكذلك أحدث الأفكار بصورة أسرع وبصورة أسهل. وبالتالي من منظور المملكة العربية السعودية فهنالك فرصة عظيمة. وبالتالي أعتقد أن وزارة الإسكان ومع الشركاء الآخرين والنتائج التي تستخلصوها من منتجع دجد الاقتصادي فإن المملكة العربية السعودية ستكون لها فرصة عظيمة جدا ونجاحات عظيمة في بناء مدن ذكية. نصيحة للمخططين عامة. An advice for the developers. هل يجب أن يكون هناك لدينا مدينة صغيرة نسميها مدينة ذكية نبدأ بتطبيق التكنولوجي تطبيق الهيلث كير تطبيق التعليم تطبيق الترانسبورتيشن أو أنه نبدأ نخطط يعني المخططين أنهم يبدأوا يخططوا the whole place to be a smart city. What do you prefer? Well, it's great to have a vision. من المهم أن تكون لديك رؤية وخطة وكلما كان هنالك مواءمة في الخطة وكذلك الرؤية هذا من الممكن أن يحولها إلى واقع. وإذا قلنا ذلك أعتقد أن من المهم جدا كإثبات لذلك لتلك الفكرة في أن تطور منطقة تكون حالة اختبار لمدينة ذكية ثم بعد ذلك تكون مثالا لمنطقة أكبر والأمران مهمان جدا في رأيي. بالنسبة للمجتمع هل يجب علينا أن نجلس وننتظر من الدولة المدن الذكية والمدن التنافسية أو يجب علينا أن نشارك في تحقيق هذا الهدف وكيف تكون هذه المشاركة إذ كانت؟ I'm sorry, could you... أكد هل تستطيع إعادة السؤال؟ For the society, are we should to sit and to just watch the government do the whole thing for the smart city or we have to cooperate with them? أعتقد أنها هي شراكة للجميع إذا كانت من رجال الأعمال أو من الحكومة أو من المجتمع أو المدارس أو المؤسسات الصحية وهي تتطلب شراكة من الجميع لتحقيق هذه الأهداف والطموحات وتحقيق تلك الرؤية وتحويلها إلى واقع ملموس. تتوقع سوف تأخذ بنا 10 سنين للقيام بمدينة صغيرة ذكية أو أكثر؟ That's the tough one. Who knows? من يدري تستطيع أن تحقق قدرا كبيرا. What is from the speakers today? من انطباعك من السرعة ليست هي كل شيء. إذا فعلت ذلك بصورة صحيحة هذا هو أكثر أهمية من مجرد تحقيق الأمر في وقت وجيز. إلى أي مدى تعتقد أن سوف يكون هناك تخطيط حاسم لحل مشكلة الإسكان في المملكة العربية السعودية من منتدى جدة الاقتصادي. From the ideas that have been discussed in the Jeddah Economic Forum. حسنا هنالك الكثير من الأفكار وهنالك الكثير من الشركات التي توفر أفضل الممارسات الدولية وأفضل الممارسات الدولية دائما هي موجه جيد ولكن لتحقيق تحويل الأمور إلى واقع لا بد أن يأتي الأمر من الداخل ولا بد أن تكون هنالك رؤية من الحكومة وأن تكون هنالك دوافع وفهم للمجتمع كذلك. وبالتالي أحد الفوائد من منتجع جدة أو الدروس المستخلصة هي ستكون الأفكار والخطط وكذلك خطط التطوير و أفضل الممارسات ولكنها تحتاج إلى الناس الذين يطبقون ذلك وتحتاج إلى شراكات إلى كل العناصر المختلفة للتأكد من أن نطبقها بالطريقة المناسبة والملائمة إن شاء الله. We will do that sir. Thank you. سيد أندرو بون شكرا لك لوجودك هنا معنا المدير الإقليمي للعلاقات العامة في الشرق الأوسط لشركة هيل أند نولتون. حنطلع فاصل وراح نرجع لكم ثاني بعد قليل. مزيد من الحوار المباشر بعد الفاصل. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية
شارك وكن شاهدا على الرؤية المستقبلية للإسكان من 16 إلى 18 من مارس الموافق من 4 إلى 6 من جماد الأول في منتدى جدة الاقتصادي الإسكان والنمو السكاني فندق هيلتون جدة فقط وحصريا على قناة ديوان. مشاكل طبعا الإسكان اللي بيعاني فيها الوضع الحالي بالنسبة للمواطنين السعوديين لغلاء طبعا العقارات الموجودة، وهذا طبعا إن شاء الله يكون له أهداف إيجابية جيدة بحيث يحد من ارتفاع أسعار العقارات في المملكة العربية السعودية، خاصة بالنسبة لشريحة متوسطة الدخل. أو الكل يعاني من أزمة الإسكان وموضوع الإسكان، والمنتدى إن شاء الله سوف يخرج بحاجات كثيرة تكون فيها الفائدة للجميع، وأيضا تطرق لكل المشاكل التي يتعرض لها الإنسان بالنسبة لمواضيع الإسكان وأيضا النمو السكاني. تكلم أنه هو الآن حديث الساعة بالنسبة للمواطن السعودي والسعوديين بصفة عامة، يعني فمتوقع أن لهذا المنتدى أنه حيكون له عوامل إيجابية تؤدي في النهاية إلى إسعاد جميع الأطراف، المواطن وممتلكي العقار، وهذا الشيء إن شاء الله يكون يعني من البوادر التي تقدمها المنتديات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. منتدى جدة الاقتصادي 2013 يأتيكم برعاية